هذا العمل هذا عمل تنظير عمل تطهيري ووقائي وتعقيمي جميع المصالح المستقبلة للعموم مدينة ورزات والأماكن العمومية والإدارات العمومية والنقل العمومي. هذا عمل تنديره وقائيا وتطهيريا في المسألة ديال الظاهرة ديال هذا المرض هذا الكورونا. نتمنى الله الله يحد الباس ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا في هذا العمل خدامين 24/24 تقريبا حتى الضروري ندخلوا تندخلوا يعني 24/24 حنايا في هذا العمل هذا. وحنايا ونطلب الله تعالى يعاوننا وعاوننا حتى الساكنه حسب بلاد ورزات الحمد لله راه معاوننا يعني محترمه التوصيات ديال وزاره الداخليه ولا ديال وزاره الصحه العموميه ولا ديال الحكومه اون جينيرال يعني ضابطه وداخله وداخلين ديورهم الحمد لله. ونتمنوا باقي زياده من هذا الشيء باش يبقاو في ديورهم ان شاء الله باش يخلونا المجال فين نخدموا ان شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام. السيد العام اللي هو خرج معنا للشارع خرج معنا الامور وقف معنا باش تدوز هذه العمليه ان شاء الله بخير وعلى خير وتدوز هذه الازمه ان شاء الله بخير وعلى خير. كما كذلك تنشكر رئيس المجلس البلدي وجميع المتدخلين.